هل تجوز قراءة القرآن على الماء؟ منير يسأل ذلك. إن سألتني يا منير هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ القرآن على الماء؟ لم يرد هذا في أي خبر قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، وإن كان من العلماء من يجوز ذلك، لكن كدليل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم أرى أي سند صحيح في هذا الصدد، وبالله التوفيق.